السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنرد على الأسئلة اللي أنتوا سألتوها في الفيديو اللي فات الخاص بالأسئلة. أول سؤال كان من لولا ياس، بيقول النفس عندي بيروح خالص، حتى وأنا باخد الكاتشات بالنفس بطلع أخد نفس وأرجع تاني، ومع ذلك مش بقدر أكمل عوم وكاتشات للاخر. مشكلة لولا ان هي لما بتيجي تعوم ما بتقدرش تعوم مسافة يعني، ولما بتاخد حتى نفس بيبقى النفس مش كافي ان هي تعوم بيه مسافة طويلة. الموضوع زي ما اتفقنا موضوع يعني ليه علاقة بانك مش بتتمرني كتير. دلوقتي لو احنا عندنا مثلا، احنا ساكنين في الدور الخامس وعلى طول بنطلع بالاسانسير، وجينا في مرة طلعنا بالسلم هننهك طبعا، هنبقى مش قادرين ان احنا نطلع السلم يعني بشكل كويس. انما لو كل يوم انت ساكنه في الدور الخامس بتطلعي السلم وتنزلي، الموضوع هيكون نفسك كويس. فالموضوع يعني الحل انك تبداي تعومي كتير وتستحملي، معلش انك مثلا هتعومي 25 متر تعوميها كتير، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك كويس احسن يعني من الاول، وهتلاقي انك بتاخدي النفس بيكفيكي المسافه احسن. رفعت خليل بيسال بيقول كيف ابقى تحت الماء فتره اطول؟ عايز يقعد تحت المية فترة طويلة. طيب الموضوع ده ليه جزئين، الجزء اللي هو الفني اللي هو خاص بالسباحة يعني، انك تعمل بابلز ويبقى عندك استرخاء، ما تبقاش يعني متوتر عشان ضربات قلبك ما تزيدش، وتحرك ايدك ورجلك الحركات اللي هي انت مثلا هتحرك ايدك عكس المكان اللي انت عايز تروح. يعني لو عايز تروح لقدام هتزق المية لورا، لو عايز تنزل تحت هتزق المية لفوق، صح كده؟ اه لفوق. يعني هتبدأ تتعلم مثلا ضربات رجلين البريست، والايدين هتشد المية ايا كان انت عايز تروح فين. فده الشق اللي هو الفني. الشق اللي هو الفسيولوجي او اللي ليه علاقة بطول النفس، انك تتمرن كتير او تلعب رياضة بشكل مستمر النفس بتاعك هيبقى اطول، وهتقعد تحت المية مدة اطول. تاني سؤال رفعت خليل برضو بيقول كيف اطفو دون استخدام الايدين؟ هو الطفو مفهوش استخدام الايد. انت مثلا عايز تطفو على ظهرك، فممكن تخلي صديق ليك يساعدك، او تتفرج على الفيديوهات اللي احنا عملناها بتاعة الطفو، بيبقى فيها ادوات مساعدة وتدريجيا بتطفو من غير مساعدة خالص. اهم حاجة تحافظ على وضع راسك ووضع وسطك وبطنك، او بطنك ووسطك يعني. تالت سؤال كيف انقذ نفسي من الغرق بسبب التشنج العضلي؟ انت دلوقتي عايم وجالك شد عضلي، فحضرتك احنا لو ردينا على السؤال ده هنبقى بنظلم السؤال ده. السؤال ده ان شاء الله هنعمل له فيديو مخصص، ولكن احنا ردينا قبل كده على السؤال ده بموضوع الشد العضلي او انك تعبت في وسط المسافة. انما خلينا نتكلم بشكل يعني مؤقت دلوقتي، ان احنا هنعمل زي ما اتكلمنا في السؤال اللي فوق، هنتوقف عن السباحة بشكل افقي او رأسي. الشكل الافقي هيكون احسن ليك ان انت تعمل مثلا نجمة او تعمل طفو الحياة. هو عبارة ان احنا بننام على ظهرنا وبنستنى الشد يروح، او بنفك الشد لنفسينا، بس هنعمله ان شاء الله فيديو مخصص لان الموضوع ده مهم جدا. اطول فتره للانسان ممكن يقعد تحت الميه. طيب الموضوع ده تكسرت الاكاويل فيه يعني، بس اللي انا عارفه ان في قبيله اسمها قبيله البجاو بيقعدوا اكتر من 5 دقائق تحت الميه. هم اصلا ساكنين في الميه، وكل اوضهم وكل اكلهم وكل حاجه بيجيبوها من الميه، فبيضطروا ان هم ينزلوا تحت مسافه 20 متر مثلا عشان يصطادوا سمك. فدي اكتر رقم سمعته، ان هو كان 5 دقايق وشوية. وبيقعدوا عادي، بيقعدوا ازاي؟ بيقعدوا عشان هم بيركزوا في حاجات معينة، ويركزوا على ضربات قلبهم وعندهم نقاء في الذهن وحاجات كده. وبتوع الفري دايفنج بيقعدوا كتير، بس الموضوع ليه تمارين اتكلمنا فيه قبل كده. هتبدأ بتمارين التنفس اللي هي بتبقى في البيت. التمارين دي بيعملوها عشان النفس يبقى طويل وسعة الرئة تكبر. التمارين دي بتكون ان انت مثلا يعني بتاخد نفس دقيقة وبتريح نص دقيقة، وتعمل الدقيقة تاني وتريح نص دقيقة. الكلام كله في البيت الموضوع بيبقى سهل جدا عشان نفسك يتطور وتعرف تقعد مدة طويلة قوي في البحر. كريم علي بيسأل سني 21 سنة وما بلعبش سباحة وانا صغير، يعني مش معايا ستار، وحاليا عايز اتمرن واشارك في بطولات. طيب الموضوع سهل جدا. لو عايز تشارك في بطولة تبع اتحاد السباحة، هتاخد الثري ستارز من اتحاد السباحة وتبدأ تشارك في أي بطولة عادي خالص. في بطولات تانية زي بطولة الثنائي، الثنائي فيها سباحة وجري، فأنت لو عايز تخش مش تخصص بس في السباحة، هتعمل تروح اتحاد التراياثلون في استاد القاهرة في القاهرة،
ماشي، وبعدها هتسجل عادي من غير ما تكون مشترك في نادي ولا اي حاجه، وتخش هتعمل مثلا 400 متر جري و100 سباحه، او لو ده لو انت عايز تخرج بره تحت السباحه. في بطولات اللي هي المفتوحه بتاعه التراسلون، العجل والسباحه والجري، دي هتكون افضل لسنك يعني لو انت عايز تخش بطولات في الموضوع ده عشان تنافس يعني. رضوى، كيفيه عمل الترن؟ الترن محتاج فيديو برضو، بس احنا لسه لحد دلوقتي ما عملناش فيديو للترن، بس هحط لك لينكات لفيديوهات بتاعت سبيدو بتشرح الموضوع باستفاضة يعني، وهم رائعين في القصة دي. كريم علي بيسأل سؤال جوهري، بيقول انت عارف كتير، ليه مش بطل اولمبي؟ وهل مستحيل اكون لاعب اولمبي؟ كريم بيسأل بيقول انت عارف كتير اهو وبتشرح وبتاع، ليه مش بطل اولمبي؟ وليه مش بطل عالمي على الاقل، او يعني في الجمهورية او حاجة زي كده؟ طيب الموضوع خلينا، هو ليه اسباب كتير. اولا ان المدرب مش شرط يكون لاعب خارق يعني، المدرب الامكانيات بتبقى مختلفة شوية، المدرب غير اللاعب تماما، ده محتاج مقومات سوري ده محتاج مقومات، ده ليه شغله وده ليه شغله. طبعا لازم يبقى فاقد الشيء لا يعطيه، تبقى انت عارف البيزكس والاساسيات اللي انت بتتكلم عنها، ده شق. الشق التاني لو عايز تبقى سباح عالمي او اولمبي، الموضوع بيحتاج مجهود من الصغر، من سن شهور الى سن مثلا 25 30. ولو يعني انا مش هقول لك انت عايز تبقى بطل اولمبي او لاعب اولمبي، محدش هيعرف يقول لك ان الموضوع مستحيل، واي حد يقول لك الموضوع مستحيل يبقى بيكذب عليك، مفيش حاجة اسمها مستحيل، ده عن قناعة شخصية. انما الموضوع صعب عادي خالص يعني، انك تكون بطل عالمي الموضوع صعب جدا، وانت بتتكلم في اجزاء وكسور من الثانية، مفروض تقعد سنين عشان تشتغل عليها، فالموضوع صعب جدا ومرهق جدا. بس انا مش بقولك الموضوع مستحيل يعني، انت لو اشتغلت هتلاقي نتائج، النتائج دي هتوصلك لايه انت وشطارتك. بس الفكرة ان مثلا واحد زي يان سورب لما رجع قرر ان هو عايز يخش الاولمبيكس وهو بطل عالمي، بطل مثلا سنتين او حاجة زي كده، معرفش يرجع تاني، فدليل على كده ان الموضوع صعب جدا وبيحتاج مجهود وشغل منظومة تشتغل عليك عشان تكون بطل اولمبي يعني. المدرب مش لوحده هو اللي هيوصلك بسهولة، انت محتاج منظومة كاملة تشتغل عشان انت تكون بطل عالمي يعني. اتمنى تكون فهمت، لو ما فهمتش قول لي تاني اشرح لك اكتر. محمود علي بيقول ايه شروط المتأهل لرياضة السباحة؟ السباحة كرياضة اي حد في الدنيا ممكن يمارسها عادي خالص يعني، مفيش حاجة اسمها شروط، مش لازم يبقى طويلة عشان مش عارف ايه، بس احنا بنتكلم عن عناصر اللياقة البدنية لازم تكون الى حد ما موجودة ده لو انت كهاوي، انما لو انت هتنافس الموضوع لازم يبقى ليه موضوع تاني خالص. فهنتكلم ايه الحاجات اللي تساعدك ان انت تلعب رياضة. عناصر اللياقة البدنية زي المرونة والرشاقة والتوافق والتوازن والحاجات دي، اشتغل عليها بشكل بسيط عشان تبدأ واحدة واحدة الموضوع يكبر معاك وتبقى رياضي بتمارس سباحة. فهو ده يعني على حسب ما انا فهمت السؤال، هو ايه الشروط يعني، مفيش حاجة اسمها شرط. انت الليونة في السباحة مهمة جدا، القوة في السباحة، التوازن مهم جدا، كل حاجة مهمة، كل عناصر اللياقة البدنية، التوافق مهم جدا، كل عناصر اللياقة البدنية مهمة في السباحة. وشروط اللي هما الابطال بقى، للموهوبين، انما عادي انت ممكن تتعلم يعني، هتتعلم التوافق طول ما انت بتشتغل في الرياضة دي، انما مفيش حاجة اسمها انه شرط عشان تعمل كده لازم، لا السباحة عادي يعني، شرط بس لو انت بطل يعني. محمد عمدة بيقول عايز ابقى مدرب سباحة وخدت دورة انقاذ وشغال دلوقتي في دورة اعداد مدرب، ايه الحاجات التانية اللي ممكن تطور مستوايا؟ انا عندي استعداد للقراءة. طيب بص يا محمد، اول حاجة تعملها انك تشتغل كل حاجة تتعلق بالسباحة، هتشتغل انقاذ وبعدين تعليم وبعدين تعليم كل الاعمار السنية، وبعدين تخش انك تبقى مدرب، تبدأ تشتغل مع المدربين وتتعلم ازاي بتدرب وازاي بتحط حمل تدريبي والكلام ده، وخلال الرحلة دي انت بتقرأ، فطبعا بتقرأ ان ازاي السي بي ار بيتعمل في الانقاذ، وبعد كده تخش على التعليم ازاي بتتعامل مع الاطفال، وبعد كده تخش على التدريب ازاي بتدرب وازاي بتتعامل بشكل قيادي او يبقى عندك المهارات القيادية او الحاجات دي، او ازاي تتعامل مع طفل غضبان، ازاي تتعامل مع طفل عنيد، الكلام ده كله. طيب بداية هديك كتاب تقراه لتعليم السباحة اسمه ليرن سويم،
هبقى اديك اللينك في الديسكريبشن. بس دي حاجة قوية جدا وحاجة مهمة جدا برضو. الموضوع كبير هنتكلم فيه باستفاضة بعدين، بس حاجة مهمة جدا انك لازم تكون طول ما انت بتشتغل في المكان اللي انت بتشتغل فيه لازم تكون بتتعلم. لو مش بتتعلم قدم استقالتك وروح مكان تاني. السباحة مليانة في الجمهورية، في اي حتة، طنطا، منصورة، كل الناس بقت تشتغل سباحة دلوقتي. لو مش بتتعلم في المكان اللي انت موجود فيه انصحك خد شنطتك وروح مكان تاني. اهم حاجة تفضل في تعلم مستمر. لو وصلت لمرحلة اللي انت مش بتتعلم ده مش موجود، انت كده هتنزل تاني. كده يعتبر خلصنا الاسئلة كلها. نتمنى نكون ردينا بشكل لحد ما كويس يعني عن الاسئلة دي. نتمنى نشوف كومنتات باسئلة تانية عشان الفيديو اللي هيجي المرة الجاية او الشهر الجاي. شكرا للناس اللي سألت، لولا ياس، رفعت خليل، كريم علي، محمود علي، محمد عمدة، اللي سألونا وهم اساس النهاردة الفيديو ده اتعمل. شكرا ليكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وخد لك لفة كده تحت، اعمل الحاجات الحلوة دي. السلام عليكم.